نوفمبر 2020 بيبر 4 فارينت 1. والسؤال الرابع سي، تعالوا نشوف قصته عامله ايه. ابي يقول لي explain in terms of molecules why a supply of thermal energy is needed to change liquid into gas. هو انا محتاج لهيت يا جماعه عشان اعمل vaporization او boiling؟ بصوا انا هشرحها من خلال الميلتنج لان الموضوع هو هو الموضوع يا جماعه. ان احنا لما بنسخن حاجه بتبدا المولكيولز بتاعتها تجين كاينتيك انرجي، تجين كاينتيك انرجي اكتر، تجين كاينتيك انرجي اكتر، تتحرك اكتر، لغايه ما نوصل لمرحله يا جماعه من كتر الحركه المولكيولز ما بقى البونز ما بقتش قادره تستمر، البونز ما بقتش قادره ان هي تمسك المولكيولز في مكانها، فبتبدا البونز تتكسر والمولكيولز تتحرك في كل حته. اللي انا شرحته ده فيما يخص الميلتنج، هو مش بيسال على الميلتنج، هو بيسال على البويلنج اللي هي من ليكويد تو جاز. بس يا جماعه الصراحه هو نفس الشيء بيحصل، تمام؟ ان احنا بنحتاج انرجي عشان تو اوفركم الاتراكشن فورسز ما بين المولكيولز، فبالتالي يصبحوا احرار ويقدروا يتحركوا براحتهم. السؤال اللي بعده بيقول لي the density of a liquid in the test tube is 0.86 grams per centimeter cube. The volume of liquid in the test tube is 50 centimeter cube. The liquid reaches its boiling point. It now absorbs 18,000 joule. يعني عند البويلينج بوينت absorbs 18,000 جول عشان تتحول من ليكويد لجاز. ممكن تحسب السبيسيفيك ليتنت هيت اوف فابورايزيشن؟ طيب تعالوا بينا نشوف القصه شكلها عامل ازاي. طبعا ده المارك سكيم بتاع السؤال اللي قبله. انا عندي يا جماعه density ومعايا فوليوم ومعايا كيو اللي هي الكوانتيتي اوف هيت انرجي. طبعا لازم حضرتك تكون حافظ ان السبيسيفيك ليتنت هيت اوف فابورايزيشن ايكوالز كيو اوفر ام، كيو اوفر ام، تمام. طيب الكيو عندي ب 18,000 جول، طب اجيب الام منين يا جماعه؟ حضرتك معاك density ومعاك فوليوم، فببساطه انت هتجيب density equals mass over volume، mass over volume، يبقى الماس equals density times volume، هتطلع 0.86 في 50، بس تخيل ان دي هتكون جرام مش هتكون كيلوغرامز، دي هتكون جرامز معايا؟ طيب فبالتالي احنا والله قدامك حاجه من الاثنين، عايز تحول دي الكيلوغرام حولها كيلوغرام او خليها بهذا الشكل. بس يا جماعه في النهايه الانسر بتاعك هيطلع جولز بير جرامز مش بير كيلوغرامز. لو عايز تحول ال 43 لكيلوغرامز، ان احنا نقول يا جماعه 43 اوفر 1000 وتحطها هنا 43 اوفر 1000 وتكمل حسبتك وتطلع جول بير كيلوغرام، مفيش مشكله. بس انا مش شايف اي داعي لهذا الشيء، ممكن تفضل زي ما هي كده جولز بير جرام. اهو الراجل حتى مدي الاوبشن ان هي تطلع ايه جولز بير جرام، مفيش اي مشكله في هذا الشيء.